نروح بقى يا استاذ عمرو للدوري وبيراميدز والزمالك، والنهارده عبد الله السعيد ثلاثيه وهاتريك وينتعش انتعاشه. لا ووصل 107 احنا بنهنيه طبعا. دخل نادي الماء اتعمل له ممر شرفي النهارده، تقدم له جائزه من اتحاد الكره اول مره يعمل له حاجه كويسه قوي. رفع رصيده ال 107 هدف، تخطى لعيبه كبيره قوي، كابتن جمال عبد الحميد، كابتن ابو تريكه، فيعني داخل على كابتن خطيب فرق هدفين يعني. ف يعني هو اللي بتضحك ليه يا استاذ معاذ؟ نعم بتضحك ليه يعني؟ لا اكيد في حاجه غلط ضحك. لا احنا كنا بنتكلم، اصل كنا بنتكلم بره على كابتن عبد الله السعيد وكده. بس لا اصل هي جاي انا مسجلها فعلا. هو عبد الله لعيب جامد. عبد الله، لا عبد الله لعيب هايل سبحان الله. هي الارقام يعني سبحان الله يعني مع كابتن عبد الله يعني لاعب لن يتكرر يعني بسهوله. لكن احنا تخيل بقى الارقام بتخلي مثلا كابتن عبد الله سعيد يتجاوز محمد ابو تريكه ودلوقتي داخل على كابتن خطيب، فالارقام دي غريبه يعني. علم الارقام ده تاخد منه ايه اللي فرق بقى في الوقت ده يا استاذ معاذ في نقطه الارقام الكتيره قوي اللي بتتحقق في الوقت ده؟ السرعه، التكنولوجيا العاليه، قصه دلوقتي ان في لعيبه بتبقى متخصصه ان هي تلعب مثلا كل دلوقتي الجزاء فتلاقي اهدافها اكتر بكتير من كل الناس اللي موجوده في الفريق. والله ممكن، وبرضه عبد الله سعيد لعيب مش قليل ولا حاجه، لعيب كبير جدا. واعتقد ان برضه كابتن واحد مثلا كابتن محمود الخطيب اعتقد خد فتره كبيره قوي في مسيرته كان فيه اصابات كتير جدا والتحامات صعبه والدنيا متعقده، ان هو كان دايما نجم التيم بتاعه اللي بيلعب.